أهلا بكم يا شباب في حكاية جديدة من حكايات يوميات مطور مواقع. النهاردة هو هيكون فيديو عادي أكتر ما هو حكاية. هنتكلم عن شوية تفاصيل عن الويب وعن القناة نفسها وجدول الفترة اللي جاية، هنمشي ازاي في القناة والكلام ده كله. فأول حاجة، كل سنة وانتم طيبين بمناسبة عيد الأضحى، عيد سعيد عليكم جميعا. تاني حاجة، بحب أشكر الباشمهندس السيد عبده إن هو حاليا التوب فان للقناة، وأتمنى باقي المتابعين الخفيين يظهروا ويتفاعلوا مع القناة زي الباشمهندس كده، وربنا يوفقك يا هندسة. تالت حاجة، كان اقتراح بعتهولي برضو السيد عبده إن نبدأ في كورسات ويب وخوارزميات. هو في الحقيقة بالفعل في 4 فيديوهات كنت عملتهم عن ال HTML، بس ما كانش عليهم تفاعل، وأنا نفسي كنت فعلا شايف أداء الفيديوهات مش كويس أوي، كنت بتكلم ببطء كتير عن دلوقتي، وكنت لسه جديد يعتبر على اليوتيوب أكتر من كده. فإن شاء الله ممكن أضيف الموضوع بتاع الكورسات ده للجدول بتاعي قدام، بس لما تكون تبقى الحاجات واضحة معايا ويبقى معايا الماتيريال بشكل يناسب المتابعين بتوعي. هتكون شاملة برضو سي بلس بلس، دي أول لغة ودي تعتبر أفضل لغات تحب تتعلم برمجة أو تدخل تتعلم البداية بسي بلس بلس. رأي ناس كتير الصراحة، ويعني أنا شايفها عشان لغة قديمة شوية وتقيلة شوية، فهي بتعلمك أساسيات كتير البي اتش بي مثلا مش هتعلمها لك. وبرضه هي من أفضل لغات تعليم الألجوريزمز، ودي اللي هتكون في محتوى القناة قدام برضه، اللي هي خوارزميات وهياكل البيانات أو داتا ستراكشر. فلو عجبتك الفكرة دي ومحتاج لها برضه، يا ريت تعمل لايك دلوقتي على الفيديو ده عشان أبقى عارف إن هي مطلوبة يعني. وكده إن شاء الله الحاجات دي كلها هتكون معانا قدام شوية ما تكون جاهزة بالفعل. نيجي للجزء التاني في جدول القناة نفسها. الفيديو الجاي إن شاء الله هيكون عن مشروع التخرج، إزاي تعمل مشروع تخرج، و10 أفكار لمشاريع التخرج، وتفاصيل تانية عن مشروع التخرج، شوية نصايح وكده. والحلقة اللي بعديها هتكون اعتبر من أفضل الحلقات اللي اتعملت، يعني هي حاليا في الفترة الحالية هتكون أفضلهم. هتكون حلقة عن يوم كامل من يوميات مطور مواقع فعلا اللي هو اسم القناة، هيكون يوم كامل من أول ما أصحى من النوم وأثناء فترة الورك فروم هوم، وإزاي بيحصل بقى بيترتب يومي وازاي بيمشي اليوم وكده لغاية لما ارجع انام تاني. وفي اختراعين، او هما مش اختراعين او هما حاجتين كنت عملتهم بسبب الكهرباء، ان انا قسم كهرباء يعني في الاساس، دول خلوهم مفاجأة تشوفوهم في الفيديو نفسه. نيجي لموضوع الحلقة نفسه او الحكاية نفسها، وهي كلام مهم في الويب. ايه كلام مهم في الويب ده؟ الكلام ده هيعتبر للي عايز يبتدي الويب نفسه، يبتدي يدرس ويب او عايز يتعلم ويب او كده. هم 10 نصايح بالمناسبة. اول حاجة او اول مقولة او اول نصيحة، ان المبرمج الجيد هو الباحث الجيد. بمعنى ان انت كل ما تبقى مبرمج اكتر، كل ما انت هتكون بتبحث اكتر، تبحث اونلاين يعني عن حلول مشاكل، عن خوارزمية جديدة انت مش عارفها. طول ما انت بتعرف تبحث على جوجل بالكلام والطريقة الصح، طول ما انت هتكون مبرمج كويس، مش انك تحفظ اكواد خالص. تاني نصيحة، لولا ستاك اوفر فلو و دبليو 3 سكولز، اكتر من 80% من المبرمجين مش هيعرفوا يشتغلوا. ودي تكمل النقطة الاولى، ان هو المبرمج الجيد هو الباحث الجيد. مفيش حاجة في البرمجة، دي تالت نقطة، مفيش حاجة في البرمجة اسمها حفظ، لكن في خبرة. لما بتشوف اللي قدامك قاعد يكتب كود أكنه حافظه، هو مش حافظه، هو بس حفظ السينتكس من كتر تكراره، وفي نفس الوقت حفظ برضه
الالجوريزم المناسب للموقف ده. يعني هو عنده موقف معين فهو حافز يحله بحاجة زي ايه. عندنا ابسط مثال الكارد اللي هو بيكون زي عربة التسوق اللي بيكون في السايت. انا فضلت فترات اعملها الاول على الداتابيس، بعد كده عملتها على السيشنز بتاع بي اتش بي نفسها، وفي الاخر لقيت ان افضل حاجة انك تسيبها في السيشنز بتاعت او في الكوكيز او في اللوكال ستورج مثلا بتاعت جافا سكريبت نفسها عند الكلاينت، ما تسيبهاش ابدا في السيرفر وتقل على السيرفر على الفاضي. فدي كده اكسبيرينس اتاخدت وبقيت عارف الطريقة، بس لسه مش حافظ السنتكس. فعادي كل مرة هدور على جوجل ازاي تلاقي الستور اللوكال ستورج مثلا او اللوكال سيشن او اي حاجة في الجافا سكريبت بتسيف، وهلاقيها وهعملها. فهي دي اللي عايز اوصلها لكم، عشان بلاقي ناس كتير قوي بتحاول تحفظ الكود وتخاف من نسيانه. انت بس تبقى عارف ان في حاجة اسمها لوكال ستورج مثلا، ما تبقاش مش عارفها اصلا وتقول لا كده انا كويس او انا مش كويس. لا، انت تبقى عارف ان في الحاجة دي، لكن مش ممكن تبقى عارف بتتعمل ازاي. جوجل موجود والنت موجود، ولو النت انتهى يبقى احنا اصلا شغلنا كويب انتهى. حاجة معانا هي كل المطورين مبرمجين، لكن مش كل المبرمجين مطورين. بمعنى المطور هو حاجة أكبر شوية. المبرمج كل اللي بيعمله إن هو ياخد أوردر ممكن من السينيور بتاعه ينفذه وخلاص بحذافيره، حتى لو هو غلط وحتى لو منافي للكلين كود ولكل حاجة في الدنيا. هو برمج الحاجة دي على أساس الطلب بتاعه وخلاص. أما المطور لا، بيكون أولا كلمة مطور تطلق على الويب أو الموبايل أو أي حاجة من الحاجات دي. مطور معناها إن هو بيطور الحاجة كمان، مش مجرد بيبرمجها بس. بيطورها بمعنى إنه ممكن يقترح فكرة جديدة، ممكن يلاقي طريقة كود أفضل وتخليه زي كلين كود الكلام ده كله فيعملها. ممكن يعمل لنفسه فريم ورك كاملة عشان تخدم حاجة هو شايفها بسيطة في السايت ده، بس هتفيده قدام في سايتات تانية كتير فيعملها. ده كده الفرق بين المبرمج والمطور. خامس حاجة معانا هي كلمة فول ستاك، كلمة كبيرة أوي هنعرف ليه قدام شوية. خامس حاجة عندنا هي الجافا سكريبت لغة مش صعبة زي ما الناس بتقول عليها، بس هي لغة قوية شوية. محدش ينسى إن هدفها الأول هو مجرد دايناميك HTML content. يعني هدفها الأول هو إنك تعمل محتوى HTML dynamic أو متغير، يعني مش بقى إنك تعمل بيها شكل كبير أو كده، غير لو اشتغلت مع framework ليها. إنك تبدأ تعمل routing والكلام ده كله وكنترولر والكلام ده، لكن هي كجافا سكريبت هي مجرد حاجة بتحول لك ملف ال HTML لملف HTML متحرك، زي ممكن تعمل عليه ألعاب بسيطة أو كده. سابع حاجة، مفيش فرق بين لغات البرمجة. يعني ASP مش لغة صناعية، ولا PHP لغة ملهاش لازمة، مع احترامي للصناعية طبعا. كل لغة قوية في حاجة، والمفروض أنت اللي تقول اللغة دي هشتغل بيها هنا او لا. يعني عندك بايثون مش هتحتاجها غير لما تعمل حاجة فيها ذكاء صناعي او تحليل صور image processing او حاجة تحليل بيانات كتير مثلا، او تفاصيل كتير فيها حاجة قريبة برضو من الذكاء الصناعي. انما ما تعملش موقع ما فيهوش غير آلة حاسبة، يعني هو بيعمل آلة حاسبة بس للعميل، وتقول هعمله ببايثون او بي اتش بي حتى، ده يتعمل جافا سكريبت لان هو دايناميك اتش تي ام ال كونتنت بس. ده زي اللي جاب عربيه لامبورجيني وهو عايش في مدينه اكبر شارع فيها 2 متر واقصى سرعه هيوصل لها 30 كيلو اصلا، او زي اللي جايب كارت شاشه ار تي اكس 2080 عشان يشغل عليه لعبه الديناصور بتاعت جوجل كروم. تامن حاجه معانا ان مطور الموقع مش من مسؤوليته السكيورتي ولا التست. الشركات المحترمة بتوظف تيم للتست وتيم للسكيورتي. السكيورتي بيتمثل في الداتابيز
او السيرفرات نفسها، او حتى الكود فيه ثغرات ولا لا، من مسؤولية الديفلوبر ان هو يحل المشاكل اللي هتطلع دي، مش ان هو يكتشفها اصلا. بس طبعا هو يحاول وهو شغال ما يوقعش نفسه في ثغرات يعني، خصوصا لما يبقى عارفها. افضل ترتيب عشان تكون فرونت اند انك تبدأ ب HTML CSS جافا سكريبت بوتستراب جي كويري انجولار، وبعديهم اي فريم ورك تاني زي فيو او رياكت. ولو حابب تدخل في باك اند شوية ممكن تدخل في نود، بس ما انصحكش بيها لان انت فرونت اند اكتر. طب ليه الترتيب ده؟ HTML هي الاساسية معانا في كل حاجة، بعديها السي اس اس تعتبر تاني حاجة أساسية عشان تحط مكياج للكود بتاعك، تالت حاجة الجافا سكريبت عشان دايناميك كونتنت، وعشان لو احتجت تبعت اجكس ده حتى لو انت باك هتتعلمه برضو، بوت ستراب بعديهم عشان تسهل عليك حاجات زي الريسبونسيف ويب سايت، جي كويري هتسهل الجافا سكريبت جدا مش هيبقى لها ايه 30 لازمة او 30 صعوبة يعني الجافا سكريبت، انجولار هي الفريم ورك الأساسية من الفرونت اند، ومعاك واحده تانية عشان لو اتطلبت قدام تبقى عارف فكره اللايبراريز او الفريم وركس ماشيه ازاي. افضل ترتيب بقى عشان تكون باك اند بس، لازم تبدا برضو ب HTML و CSS و جافا سكريبت عشان الاجاكس هتحتاجها كتير هنا، او تحتاج تتكلم مع الباك والفرونت مع بعض زي مثلا الريال تايم شات هتحتاج تدخل فيه جافا سكريبت ونود او جافا سكريبت وبوشر لو شغال لارافيل. بعد كده الجي كويري عشان تسهل عليك الجافا سكريبت، بعد كده ماي سيكوال للداتابيز وبي اتش بي ولارافيل اخر حاجه او اي فريم ورك تاني. برضه ممكن تبدل ماي سيكوال باي داتابيز، وممكن تبدل بي اتش بي باي لغه زي سي شارب او زي بايثون، وممكن تبدل لارافيل باي فريم ورك حسب اللغه وحسب الفريم ورك. يعني ممكن بدل لارافيل تشتغل سيمفوني مثلا، وممكن تشتغل كودجنيتور، وممكن تشتغل ام في سي في سي شارب او سبرينج في جافا او اي حاجه في اي حاجه. افضل ترتيب بقى عشان تكون فول ستاك، وهو ده اللي كنت بقول كلمه كبيره قوي، هتلاقي انك دامج الاثنين اللي فوق مع بعض، بس هتاخدهم بالترتيب، غير كده هتبقى فول وطعمية مش فول ستاك. على حسب يعني. عندك ترتيب الفول ستاك، أول حاجة HTML CSS جافا سكريبت بوتستراب جيكويري، كل ده أنت كده لسه فرونت ومش كامل كمان. هتخش على الماي سيكوال عشان تبدأ باك، بي اتش بي ولارافيل معاك أساسي، بعد كده أنجولار وفيو أو رياكت او اي حاجة تانية من حاجات الفرونت عايز تتعلمها. الترتيب ده لو خدت بالك هو بيبتدي لك فرونت الاساسي عشان تبدأ تعمل الديزاين بتاعك، بعد كده تدخل على الباك على الداتابيز الاول، بعدها الباك، وبعد كده بتكمل فرونت، لان الفرونت ملوش نهاية يعتبر، ده في مليون فريم ورك تانية ومليون لايبراري تانية للجافا سكريبت بس. وبس كده تكون خلصت حلقة النهاردة. أتمنى إن هي تكون فادتكم، وأتمنى إن هي تكون عجبتكم وعرفتوا القناة ماشية إزاي. وبالمناسبة مش عارف هي القناة بتقع لي اليومين دول، فحاولوا تدعموني بلايك وسبسكرايب طبعا عشان نعرف نكمل الفيديوهات بنفس الجودة. خلونا نقول ما تنساش تشوف الحلقات والحكايات اللي فاتت والحكايات والحلقات الجديدة، واشترك في القناة عشان ما تبقاش من الهواة.